خلينا ندخل في التقرير. عندنا نظمت مجلة حواء صالون الشهر للمجلة تحت عنوان استعد للانتخابات الرئاسية والمحلية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه. لا تقسيم للدوائر الانتخابية. تحت عنوان المرأة والواجب الوطني، نظمت مجلة حواء صالونا ثقافيا استضافت فيه اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات لتوضيح بعض القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة. إن المرأة من 2011 وحتى هذه اللحظة كان ليها صندور كبير جدا لا يمكن أصلا إغفاله، وأعتقد إن هو هيسجل بأحرف من نور في تاريخ الوطن. حاول كمان نوعي المرأة إن إكمالا لدورها مش الانتخابات الرئاسية بس، لا الدستور وفقا لمواده بيديكي نسبة تمثيل في انتخابات المحليات المقبلة 25% زائد النسبة المتوقعة من تمثيل الشباب. متوقع إن المرأة تستمر في أداء دورها وتنطلق أيضا بنفس الخطى الثابتة والقوية اللي انطلقت بها في هذه المناسبات والاستحقاقات بشكل إن شاء الله أعتقد أنه يكون أقوى ويبهر العالم أكثر وأكثر إن شاء الله. شهد الصالون حضور عدد مكثف من السيدات المهتمة بالشأن المجتمعي والسياسي في مصر، ممثلين لكيانات حزبية واجتماعية. قضايا المرأة والقضايا النسائية احنا محتاجين ان احنا نركز عليها، لان احنا داخلين على انتخابات رئاسية خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله بعد كام شهر، وكمان عندنا الانتخابات المحلية، والانتخابات المحلية علينا فيها عبء كبير جدا احنا كمجلس قومي للمرأة. حريصين على ان احنا نكون موجودين علشان نتعلم من اهل الخبرة وسيادة اللواء طبعا ربنا يكرمه، نعرف احنا ايه الدور اللي ممكن نقوم بيه بآليات صحيحة يكون لها دور فعال في الانتخابات. النهارده هو بصراحة اوفى في الموضوع الانتخابات بشكل عام من بدايته والمنتهى، ازاي نقدر ننتخب وازاي نكون عندنا وعي وازاي نشوف الفترة القادمة ايه الاصلح لينا، وان لازم المرأة تشارك سياسيا لان في الاول وفي الاخر دوت بيدل على حياتها القادمة. يعني طالما كانت المرأة عنصرا اساسيا في الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، لذا تهتم مؤسسات الدولة بتثقيفهن وتعريفهن بالتطورات التي تشهدها الساحة المصرية لقيامهم بواجبهن الوطني. محمد محمود، صباح. مهم جدا ان الادوات دي تحصل عشان الناس كده تتنور وتعرف أهمية الانتخابات المحلية. كمان على فكرة الانتخابات المحلية دي تفتح باب مشاركة واسع جدا للشباب. مهم جدا كل واحد في اي حي وفي اي منطقة يبقى عنده نائب محلي محترم عشان ما يحصلش الخلط ده ما بين نائب مجلس النواب والنائب المحلي المفروض يقدم لنا الخدمات اليومية اللي احنا بنعيشها.